هاي هاي، استر يا رب. مش عارفة انقمطة مظبوطة. طول عمرنا كده الواحد لما بيطلب عربية بتجيله توصيلة وخلصنا، حاجة كده واحدة، انما نجمع بين وظيفتين دي حاجة شوية صعبة وشوية فيها غرابة يعني. ففي بقالة متنقلة جوه العربية، مش عارف هتشوف بقى ايه ردود افعال. نتمنى ونامل ان تكون الحلقه لطيفه. نامل ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه والله. رجلك بس والنبي والبضاعه على فلوس ناس. حاضر استاذ. نبدا بس. بسم الله. حضرتك انا عايز اروح الحي المتميز. اما انا جايبه اللوكيشن، جايبه بس هنلفلف بس شويه كده، ايه نستقضى شويه ايه طلبات. الله يكرمك. لا لا حمد، شامبو بالله عليك عشان بقى يومين مقبر شكوك. ها شكوك؟ شكوك كيس واحد بس. شكوك بال كيس واحد يا حلت امك. لا ادي كيسين. طيب ايدك يا ولد لما تعهار. عايز كيسين. هات هات الفلوس. عايزين نروح شغلنا. انا مش هكلك امبارح. خد التليفون ده يا ابني. انت عايز نروح شغلنا يا مدام؟ خد بس يا ولد. روح الفلوس يا ولد، بكره جيبها. ولا لا اله الا الله. انت حضرتك انت شغاله شغاله ترازين؟ طالع لامه نتن كل يوم يشكك يشكك يشكك. هو انا راكب كشك؟ قال له كشك ايه يا عناي؟ انت ما سمعتش عني؟ انا اول عربيه متنقله في البلد. ما باين عليك. صباح الفل يا ام رجب. صباح الجمال. هستاذنك ربع رومي وعلبه جبنه الله يكرمك بيضه. طب واللي عليك بقى يا استا عاطف؟ انت بقالك كتير بتشكك، بقالك كتير وده مش حلو. معلش يا ام رجب استحمليني بالكتير. اهو بكره وراجل شاهد عليا اهو. بكره ان شاء الله هجيبك. وانا اجيبه منين يركب معايا بكره؟ وانا اعرفك منين عشان اشهد عليك يا ابو عم؟ انت تشهد دلوقتي، انت شاهد. خلاص خلاص لاجل مراتك. ماشي. والنبي بس يا غالي ناولني الجبنه دي. ايه وانا قاعد في سوبر ماركت. انا عشان ولا حمو مش معايا والطبق اللي تحتيها. طبق الروم الله يكرمك. ايوه خد. ماشي يا ام رجب. مسكين فارطه الله يسلمك. ايه الاصطباح اللي علمها ربنا دي؟ النبي الله يبارك لك. استسمحك في سجاره. سجاره؟ انت كمان عايزه مني سجاره؟ يعني انت توديني مشوار عايزه مني سجاره؟ لا اخصم تمام. اخصم تمام. ما عدتش عليه حاجه غريبه والله. معلش معلش يا مصر دي من اصول. من اصول ايه بس؟ امال لو كانت اجنبي. تسلم يا غالي. كده سجاره. ماشي يا مراجب. نهارك ابيض. نهارك زي الفل. الاصطباح اللي علمها ربنا دي. ده انا اصطباحتي بشرى تتبشر بيها. بشرى ولا هند صبري؟ يا اختي ده انت ابن نكته وافيه حلو ده. لا اله الا الله. ابو رجب عايز ايه يا سيدي؟ صباحك تامين يا ابو رجب. ايه يا ابو عم وانت؟ ايه يا عم عايز صلاتين بفرح يا ابو رجب. يا ابو عم مش يا عم ايدك يا عم في ايه؟ استناني بقى. روح يا عم. فين؟ اهي هات يا ابو رجب. معلش اتنين بس. هات لي هنا وعليك 2 جنيه من امبارح. خلصانه يا ابو رجب اديهم لي. خد. اجتمع عليك بكره. ما فيش لو ما جبتش الفلوس. يا ابويا خلصين عايزين نروح شغلنا. لا اله الا الله. وانا عطلتك يا ابو عمو. يا ابو عمو يا ابو خير. ده قرفه بيضه اللي شفتك فيها النهارده. في احلى من كده. بتبيع بافر ولا تبيع جبنه ولا تبيع؟ يا سيدي بجري على اكل عيشي والله. بجيب ال 160 ومملحقه. اكل عيشك ده كتر خير اللي واخدك. كتر خير جوزك نفسه. عقبال ما ربنا ياخدك. مساء الخير يا مراجب. سجل. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ عايز اقول لك مساء الخير يا حاج. مساء النور. انت بتركبي بني ادمين دلوقتي؟ اول مره اعرف الموضوع ده. ايه يا ابو عم اللي تقوله ده؟ شغلانه سودا. سوبر ماركت متحرك. انت ما تعرفش الموضوع ده؟ عايز اقول لك ال 2 كيلو لحمه يجننوا. بجد؟ زبده والله. العيال بتقول لي تبارك الله. مراجب وبس. رخره مغيره الصنف والله. لا لا بس انا ما لقيتش لحمه النهارده. عندك فراخ؟ انت اصبحك والنبي لو هتعدي على مدام صافي تاخد دول في ايدك. عينيا لو مش هيضايق. لا يا حبيبتي عينيا والنبي الله يخليك. كنت عايز نص بانيه. نص بانيه؟ نص بانيه. طب ينفع ينزلك صحي؟ ما انت تستاهل تاخد بانيه. بقك حلو. صحي اوكي.
طب والريش؟ طب والريش؟ ما تقولش ما فيش بقى يا ساتر. ايه ده؟ اديله الريش، اديله الريش، ما تقولش ما فيش. ايه ده يا رب؟ حبيبي يا ساتر يا رب يا اخي، روح يا اخي، ربنا يخليك لينا يا ست. شكرا يا عمر، قمر، شكرا يا قمر، تسلم يا غالي. منك لله يا شيخه. مني لله يا اخي، منك للي كلت دراع جوزها، بدل ما تحمد ربنا ان انا هخصم لك من الاجره. ربنا يكرمه وياكلك دوزك يا اخي. ايه ده بتعمل ايه؟ ايه لا تعمل ايه؟ وقعتك سودة، انا ركبت معاك النهاردة. بس بنهزر. ما مش كنت قلتي انك كنت بتهزري؟ طب انا ده مين هيعتذر عنه دلوقتي؟ انت فاتح سوبر ماركت تقولي تهزر؟ ما افتح سوبر، انا بفتح دماغك دلوقتي باللي انت عملته فيا ده. بص هنا يا عمو، يا ابو عمو، والله احنا بنهزر معاك، وده مقلب في رمضان ان شاء الله. بص هنا بس كده، قولكوا سلام طيب لحد ما تشوف مين هينضف البيت ده. حد ياخد لي حقي بقى الست بيضات زي اللي وافقعهم فيا دول. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن؟ طنط؟ طنط اللي طنط. انا طنطك انتي؟ ده انت اكبر مني يجي بـ20 لوح. والله ايه اللوح ده؟ انت شغاله ايه؟ انت شغاله ايه؟ ما حسبتك ام رجب. لو انتي هنا من المنطقه لازم تكوني سمعتي عني. لا بس الصراحه اول مره اسمع عنك. ازاي ما وصلتلكيش ولا اوردر؟ لا لا لا، ولا بعتلك حد؟ لا 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 لا، يقطعني يا ولا حمد. بس شامبو عشان بقالي كتير ما استعملتش. خد يا ولد عليك جنيه من امبارح. هو مفيش بقى، انت عليك جنيه من امبارح. عليك جنيه من امبارح. شوف لامك تديهولي. هقول لامك، انا هقول لامك لو ما جبتش الجنيه. مفيش جنيه. ايه ده بالراحه؟ ايه ده؟ احنا فين هنا؟ الجنيه اللي عليك انا مقيداه وانا في الكشكول. ايه ده؟ ايه ده؟ انت شغاله ايه؟ عامله بقلم متنقله كده على الضيق بعد المرحوم الله يرحمه متوكل كان طول عمره نفسه يفتح بقاله. جاي تحقق له حلمه بعد ما طلع عند ربنا فوق. ده سرسال البقاله فيهم ابا عن جد. يا نهار ابيض، بقال ابن بقال ابن بقال. طب ما فتحت السوبر ماركت احسن ليه؟ ما انت فاتحه اهو. ما انا هشرح في عربيه. هقول لك حكايه السوبر ماركت. فعلا فين يا مراجعه؟ سجل مالي يا عيني. استاذنك، عايز علبه جبنه بيضه وعايز ربع رومي. انت مجانين؟ يا نهار ابيض. يا ساعتك انا مقيده كده عليك كتير. راعي بقى الدنيا شويه. ايه يا ست انتي؟ بكره هحاسبك ان شاء الله. راعيها شوي. مراقب مراقب. ايه انت بتتكلمي ازاي؟ البقاله اللي انت بتعمليه ده، ما انا بشرح لك. الله، يا نهار ابيض. البقاله المتنقله دي بتكسب اكتر بكتير. ليه بقى؟ بجري فيها على 160 كده مرتاح. يا سلام، بجيب فلوس اكتر. طب بتجيبي فلوس اكتر؟ طب ما تقعدي اعملي لي الكشك ولا اقعدي على الرصيف. كشك ايه؟ وادفع ايجار وكهرباء وفرده وحي وقطار. امال تضايقي الناس يا ماما؟ تضايق الناس؟ ناس ايه اللي ضايقهم؟ انا اتكلمت. انت اتكلمت؟ يا نهار اسود عليكم. ايه يا ولد؟ فين بفرح مراجع؟ بفرح لما اشوفك. حلاوتك يا مراجع. خرمان الولد خرمان. ثانية هقبل اخد مراتي. خرمان الولد. يا نهار باخد مراتي في ايه يا ولد؟ ولا ولا عليك ساعة ونص. ايه؟ معلش. في ايه؟ خرمان الولد. ايه يا ولد؟ علشان انت. انت مودياني فين؟ والله خرمان مش في واعي. خرمان مين؟ ايه يا نهار اسود؟ انت ولاد نزليني يا ولاد. اللطمة على الوش. نزليني يا ولاد. لعلمك 40 يوم. نزليني يا ولية. انا جسع. انت قلت الادب. انت ست مش محترمه. انا عشان ابويا والله ربكي ده كده ربكي. ولا رجب ولا رجب مين يا اختي؟ ربايته كده شقيانه عليها. ما هرد عليك. انت عايزه تفهميني بطريقتك دي؟ انت مربيه عيال؟ استني بقى. انت مربيه عيال؟ استنوا. ازيك يا مراجب؟ عامله ايه؟ طلعت المدام صفي امبارح ولا لا؟ لا كلمتني اشتكيت لي. لا والله العظيم ابدا. انت نزليني يا ست. انت بتاعه دي لخمه. نزليني بقول لك. عندك انتوا شكلكم نصابين على منصابه. نصابه والله العظيم. انت ولا انت نصابه؟ مراجب ده انت زي والله العظيم نصابه. انت عايزه تسرقي مني الحاجه. اسرق منك؟ لا دي مش طريقه. اسرق منك انت؟ تعرفي كيف اللي انا بجيبه في نص اليوم يا ستنيلي؟ انت مالك؟ على فكره عايزين الشارع وين؟ انت العالم. ايه يا ست؟ ايه يا ست؟ الست دي انت اكبر سوبر ماركت متحرك. سوبر ماركت ايه؟ الدخان. ايه اللي احنا فيه ده؟ بجد؟ اللي احنا فيه ده؟ عايز ايه تاني؟ عايز بقى نص بنيه والنبي. بس بقول لك ايه؟ مش عايز ريش ريش يا اخويا؟ مش عايز ده في ده؟ يا حبيبي فرخه لا اديني الريش. ما تقولش ما فيش. اديني الريش. ايوه يا ناس يا مجانين انتوا. اديني الريش. اي يا اخي. تعالي هلا.
تعال هنا تعال هنا يا ولادي زي ما قولوا انت نازله قولوا انت نازله افتح افتح في يا زلمه ما بقولك انت افتح الباب. افتح الباب افتح الباب افتح الباب انا مش خايفه من حاجه يا اخويا يلا يا مجنون يا ولاد المجانين يلا يا مجنون توماس خد يا سيد بنهزر والله بنهزر يا ماما بنهزر بنهزر معاك والله بنهزر معاك ده مقلب 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 في حد في دماغي ما انا بقول ايه في حد المجانين كده ايه الناس كلها يا روح قلبي في ايه ده كلام ده كلام ده كلام يا قلبي ده كلام ده كلام تخلينا قل ادبي كده ده كلام وانت ست عسل عسل اسود ومنايه عسل اسود ومنايه رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب كل سنه وانت طيبه رمضان كريم عليكم وعلينا بصي قولي انك مش زعلانه مني لا زعلانه لا 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 زعلانه وانت مش سرقت علقه ازعل ازعل ما عرفتش ما تنططيش عشان رجلي بس ما عرفتش انط وراك في ناس ثانيه كتير ضربتني ما فيش ما تقوليش ما فيش ما فيش ليه ما فيش ما فيش ايه ده اقول لها يا طنط تقول لي طنط كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي انت طيبه حبيبي قولي هنا كل سنه طيبين كل سنه وانت طيبين ما فنحنا نزيع ولا زعلانه يا اخويا زيع زيع